No? 오케이 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 이거 다 찍으면 Luca. 싫어해요 싫어해 아니에 아니에 싫어한다고요 네. 동네 사람들 오케이 오케이 يلا يلا 나 تصوير خايفين من التصوير الحمام حتى مش حمام خرم في الارض زي صندوق يا الله بيوت معموله من مشمع بعد 10 ايام في كوريا حسيت انها واحده من اكتر الدول تقدما كان عندي سؤال دايما لان دايما بتفرج على مسلسلات وافلام كوريه بشوف فرق ما بين الغني والفقير فما كنتش فاهم فين الفقراء في البلد دي هل فعلا هي بلد من غير فقراء ولا لا ودي كانت الاجابه واحده من افقر العشوائيات في العالم موجوده جوه العاصمه سيول عاصمه دوله كوريا كوريا الجنوبيه اللي واحده من اقوى اقتصاد في العالم المنطقه دي اتوقع ان الناس ما عندهاش ميه بيوتهم معموله من خيم زي بيوت اللاجئين يعني ربنا يعين اللاجئين بس منظر غريب كمان الاصعب ان البيوت دي ورا ابراج سعر الشقه 3 اوض 2 مليون دولار واحده من اغلى امطار في العالم وهنا موضوع كارثي خليني افرجكم عليه اكتر وصلنا المحطه بتاعت افقر حي في سيول كلها دي المحطه بعد ما كانت كل محطات المترو في كوريا زحمه من اصعب محطات المترو اللي زرتها دلوقتي مفيش غير ست واحده هناك مش عارفين وصلنا فين هل عشان هما بيستعروا من منطقتهم ولا عشان ما فيهاش حاجه تتعمل هنطلع بره ونشوف احنا طلعنا من المترو واكتر حاجه ملاحظها لحد دلوقتي ان معظم الناس اللي قابلناهم لحد دلوقتي عواجيز زي ما متوقع يعني بصوا الراجل اللي ورايا ده شكله يا عيني غلبان خالص وجاي من الشغل تعبان الست اللي جايه هناك ست عجوزه الناس المعديه في كل حته عواجيز احنا دلوقتي على المدخل بتاع المنطقه بتاعه العشوائيات اللي هي هناك وهنا بصوا الابراج وبنى جديد عشان كده الحكومه الكوريه بقالها سنين السنين بتحاول تطلع الناس دي من مناطقها عشان تبني تعمل ابراج زي دي هنا اظن كانت من فتره منطقه عشوائيه وقدروا يطلعوا الناس اللي هنا عشان كده دي ابراج لسه جديده بس لسه اكبر منطقه معانا محمد مغربي بس عايش في كوريا بقاله 5 سنين واتصدم لما عرف ان في عشوائيات في كوريا ما كانش يعرف لان اظن اتوقع الكوريين بيحاولوا يتخبوا يتخبوا كتير على المواقع الفقيره يعني بس ما تغني في كوريا جنامس سيول بيحسوا انها حاجه ما تدعيش للفخر فعمره ما سمع عنها فدلوقتي هخش انا استكشف سوا شوف نايس تو ميت يو او نايس تو ميت يو اوه هير فيري اكسبنسيف ها فيري اكسبنسيف اند هير فيري لو يو نوت نوت بيرميتد هاوس اول ما بنخش من المنطقه في قدامنا مقلب زباله يعني بصوا مقلب زباله كبير ازاي هو اعادة تدوير هنا بس ده المنظر يعني هما بيستغلوا المنطقة اللي هي فيها فقر وفيها ناس تعيش تحت مستوى الفقر ان هما يعملوا الزبالة بصوا الزبالة قد ايه ازايز خمرة هنا بيوزن رايك ايه مخدود الراجل ده كان بيحكي لنا ان المنطقة اللي الناحية التانية هنا غالية قوي وهنا تحت مستوى الفقر تحت حرفيا مستوى الفقر بصوا الزبالة كمية كبيرة بقى نشوف بيوت الناس اللي جوه اللي هو قال لنا الراجل انها المفروض دي بيوت غير مصرح بيها بس هو اللي حصل ان قصه القريه دي ان من سنين في الثمانينات تقريبا لما كوريا بدات الثوره الحضاريه والتقدم بتاعها كانت الناس دي كلها فقيره وساكنه في بيوت في منطقه وسط البلد طلعوهم من هناك فسكنوا في العشوائيات دي والنهارده بيحاربوهم عشان يحاولوا يطلعوهم من العشوائيات دي بس هم رافضين لان مش بيديهم بيوت قصادها او بيدوهم حاجه مقابل ضعيف لان الارض دي هيتعمل زيها ابراج هتبقى بالملايين فهم عايزين انهم يقدروهم لحد دلوقتي مش راضيين يقدروا كوريا اللي كنت بحكي لكم من شويه على قد ايه انها نظيفه الشوارع هنا مليانه زباله شوفوا المجاري بصوا المجاري مجاري في وسط كوريا وعشش وهناك الابراج عشان يبين لك قد ايه بس ان في اختلاف ما بين هنا وهناك كل بلد هتلاقي فيها نقطة سواد محدش يسمع عنها حاجة دي أكتر حاجة بحبها وأنا مسافر إن أنا أدور على الحاجة المختلفة نسمع عن جانجنام ستايل ونسمع عن غنى بتاع الكوريين بس عمري ما سمعنا عن دي ده بيت عيلة كورية ده بيت تاني عشة 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 كورية وكلهم ناس عواجيز يا جماعة دي كوريا أنتوا متخيلين البيت بيبقى عبارة عن ستارة عشة
يعني زي العشش اللي في بلادنا. كنا فاكرين العالم كله ما فيهوش كده وان احنا بس اللي كده. عادي بيوت اهي. انا مصدوم. دي كوريا. هنا عندهم في وسط القريه زي سوق الخضار. بصوا عاملين ازاي عشه، كل حاجه عباره عن عشش. البيوت دي المفروض انها مش مصرحه بيها، يعني المفروض دي بيوت عشوائيات المفروض تتهدم، بس عايشين فيها. اوكي ما احنا فين؟ احنا دخلنا دلوقتي اتمشينا اتحبسنا، بس دي بيوت، بيوت ناس. تخيل ده مدخل البيت بتاع ناس في كوريا. في حد عايش هون؟ في حد عايش هنا وهنا، كل الاماكن دي فيها ناس عايشه. احنا مش عارفين نمشي حتى. يعني بصوا شوف عاملين زي لوك. ده بيت متقدم، ده كان في بيت ورا معمول بقفل بتاع اللي كنا بنحطه في شنط المدرسه. بصوا بصوا الممر. ايه تعالى تعالى احنا جينا من هنا. بص الارض اوه، انت ممكن تيجي تتوه هنا والله. يعني منظر تخيل، منظر والريحه شميتها. الريحه طبعا. بيت تعالى شوف هذا البيت. دلوقتي داخلين زي بيت في الحي العشوائي في كوريا. بص شوف، كان في ناس في فتره من الفترات عايشين هنا. غالبا البيت ده اهله طلعوا منه، بس ده كان مدخل بيتهم اهو. ده كان مدخل بيتهم في كوريا. ممر مكفيش شخصين جنب بعض. الناس لسه عايشه، يعني فاكرينها انها اتهجرت، بس ده بيت، ده بابه. انا شامم ريحه الاكل. المطبخ اهو ورايا. شوفوا شوفوا شوف الله، حتى من المطر حاطين مشمه. ما عندهمش بيت من الطوب، بيت من الطوب مش قادرين يبنوه في كوريا، واحده من اغنى دول العالم، منطقه عامله كده. ثالث اكبر اقتصاد في العالم يا عم. ايه ثالث اكبر اقتصاد في العالم؟ اه عم بيقول لنا ثالث اكبر اقتصاد في العالم. لسه في ناس عايشه اهو. شباك فاتحين في حته في الفويل. هاي هاي انيوسي. شغال في شركه كوبانج. ناس بتعيش هنا بتطلع تشتغل في الشركات الكبيره بره، زي الافلام بالظبط الكوريه. نو اوكي 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 يلا لا يونا في التصوير، خايفين من التصوير. اللي وراه دي زي القعده بتاعتهم، القهوه بتاعتهم. الحاصل ان كوريا تقريبا من 30 40 سنه اهتمت بتعليم الاطفال جدا، واهتمت بالجيل الجديد، فالجيل القديم يعتبر جاهل وملوش فايده في المجتمع. واللي انا عرفته ان هنا اللي ملوش فايده للاسف بيتداس عليه، عشان كده 80% من اللي عايشين هنا فوق ال 50 او 60 سنه. محمد بيحكي لنا ان في ناس كتير هون لما يعني ابوهم بيكبر ولا امه بتكبر ولا يعني برمهم يعني فهم بيخليهم يروح يعني سبورتيش عائلته فهم. صعب كتير يعني هنا اللي ما بيفيدكش ملوش لازمه في الحياه، عشان كده الناس عايشه في المناظر دي وكلهم عواجيز. اللي بيتفرج على افلام كوريه كتير زي فيلم باراسايت وسكويد جيمز، اشهر مسلسل كوري في التاريخ تقريبا دلوقتي، بيشوف قد ايه في 456 بني ادم ما عندوش امل في الحياه ومستعد ان هو يموت بس عشان فرصه ان هو يعيش، لان هو خسران كل حاجه. ده المنظر. هناك عشوائيات وهناك اغنياء. صدمه غير متوقعه الصراحه في كوريا. تواليت؟ كمام كمام. يعني البيوت ما فيهاش حمامات، البيوت ما فيهاش حمامات في كوريا. ده الحمام. بصوا واو، عشان يخش الحمام. اوه اوكي اوكي. الحمام حتى مش حمام، مش قاعده بلدي، عاملين خرم في الارض زي صندوق. يا الله انا مش مصدق نفسي. انا روحت حاجات فقيره، يعني في الهند في افقر عشوائيات كان في حمامات، هنا الحمام خرم في الارض. شوف لسه بيستعملوا بوتاجاز. هاي بتاعت الفئه
لأنه ما فيش تدفئة. كوريا من البلاد اللي في الشتاء بتبقى برد، الراجل بيموت من البرد. نقص 8 وهنا ما فيش أصلا بيوت مش معمولة من خشب، بوتاجاز. وبكده تكون جولتنا المجنونة. صدمت؟ واو كريزي دود. الراجل كان عايش هنا بقاله 5 سنين بيقول لك يعني دي دولة بتصنع صواريخ واقتصاد وسفن حربية وواو وباسبور ثالث أكبر أقوى باسبور في العالم. وشوف يا عم عشوائيات، كل المكان في العالم هتلاقي فيه الحلو والوحش، فعلى حسب انت عينك عايزه تشوف ايه. دي كانت جولتنا النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدونا لايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.